اسمي مدفع هذا بالاحرف واشارتي مدفع. اسمي احلام اسمي فاتن اشارتي فاتن. عدم التوعية السائد في المجتمع العربي لقضية الصم وفقيري السمع يضيف من صعوبتهم في التأقلم مع متطلبات الحياة، مما يصعب التعامل معهم في البيت ومع الأهل واندماجهم في العمل والتعبير عن أنفسهم في المرافق العامة. في البيت كتير ملل وصعب، في المركز هنا أكتر نحكي نتواصل نتفتح أكتر، في الدار حاولت أفوت على التأمين الوطني إنه أشتغل، قالوا لي ممنوع تشتغلي، فوتوني أتعلم التعليم، ما حبيتش التعليم عادي، كان كتير صعب لي، ما كنتش أسمع منيح، تركت التعليم بعدين ضلتني بالدار. في كمان المسؤولين في الشغل بفكروا إنه السم صعب يشتغلوا مع بعض، وهذا تفكير غلط. يعني مثلا عنا بالناصر يعني فيش حدا يعني مترجم بالناصر، يعني بتروح على البنا هيك برضه فيش مترجم للواحد اللي بتحكيش بتسمعش شيء، هاي مثلا واحدة اذا اولادها مثلا تجوزت واحد بحكيش بتسمعش، فيش لها مترجم لاولادها اللي تساعدهم بالتعليم بدروس، فيش شيء هاي الشغله كمان بالناصر عنا. فكتير شغلات يعني لازم احنا ناخذها، فيش انه بالناصر هذا الاشي. المجتمع العربي الصم تقريبا مش موجودين على الخارطه، كانوا يعني ايش اللي منسي. فاكرين انه اول ما بلشنا ندخل على الدوره كنا بالبيت محبوسين هيك، هون كثير مبسوطين من الدور مزبوط رح فتحنا كثير هون. اما مشروع مسيره والذي اقيم من قبل معهد النهوض بالصم، اختار عين ماهل لتكون ملتقا ومركزا للصم وفقيري السمع العرب في الشمال، حيث ياتون كل اسبوع للقيام بعدة فعاليات اجتماعية بالإضافة لتعلم لغة الإشارات. عين ماهل فيها تعتبر من أعلى النسب بالمجتمع العربي كقرية من ناحية صم، فمن هون أجت فكرة عين ماهل وقدروا أنه يدمجوا فيها باقي المناطق. كمان كان في هون مساعدة من التأمين، لأن التأمين كان بيعرف الوضع وكمان ساعد بمكان في أنه نوصل للنساء للبيوت، وكمان المتناس اللي احنا موجودين فيه هون كمان اعطى اعطى ساعد انه ناخذ محل ونقدر نعمل الدوره. بعين ماهل في كتير صم بالبيت محشورين بيطلعوش، منضبين خايفين يطلعوا الاهالي حاشرين، هذا غلط، هذا عن جد مش حلو، لازم يجوا هون يتفتحوا ويشوفوا العالم ويحاولوا يطلعوا رحلات فرحه. كنت دائما اضلني بس بالبيت، ما كنتش احبش اطلع، كنت استحي وانا لابسه سماعات، بحبش يعني كل عروس يقعدوا يسألوك شو هاي السماعة اللي بدانك. بعدين ما فتت على الدورة مش مهتمة، بعتولي دورة إرشاد إنه إحنا كيف نعمل اتصال بين السم وبين اللي بسمعه، وإنه إحنا عطونا دورة إرشاد للنساء قيادات في المجتمع العربي. صار المشروع سنتين بعين ماهل، اللي هو بياخد كمان عين ماهل كمان ناصرة كمان سخنين كمان كفر مندا، وحابين انه يتطور لكمان مناطق في الشمال. بس انا بدي اشاره جديده، مش لازم تخلوش بعض ولا شيء، بدكم زي ما انتوا، انا ضلني واقفه محلي من غير لمس من غير محلات. هسه العمر من الاكبر للاصغر حسب العمر.